واحد بيقول ما هو حكم الكنيسة في الإنسان اللي بيعطي فلوس بالربا أو بالفايز؟ كلمة بالفايز هي جت بالفايض، دايما الضاد والظهر بيمشي مع بعض، تقول ضابط وظابط، فالضاد والظهر بيمشي مع بعض. فبالفايز يعني بالفايض، يعني ياخد فلوس زيادة عليه. طبعا حرام. ليه بقى؟ لأن اللي بيستلف منه فلوس محتاج، مفروض هو يساعده، مش يزود احتياجه بانه يفرض عليه فايدة زيادة على كده. اما بالنسبة للبنوك، فالبنوك بتاخد الفلوس وبتستثمرها بعمل اقتصادي، فيبقى كأن اللي بيدفع في البنك شريك في رأس المال اللي بيستثمره البنك، وبالتالي يبقى شريك في الفوائد. لكن بالنسبة للشخص المحتاج اللي تاخد منه، ده انك انك بتاخد من لحمه، وده حرام.